هاد الاغنيه تجمعنا فيها واختارينا باش نخدموا ونمشيو للشعبي داكشي اللي كيبغيو لنا الشعب. خدينا اغنيه شعبيه ديال ولد عمي ودرناها بطريقتنا وزدنا عليها اغاني اخرين شعبيين معاها ودرنا في الاول واحد المصري اغنيه مصريه كنت كنسمع مع الوالد ديالي في الطوموبيل كانت كتعجبني خديتها وكتبت عليها بالدارجه وكانت تقريبا حتى اصلا الشعبي ديالهم هذاك الشعبي ديالهم وكانت تقريبا الشعبي ديالنا وحاولنا نديرو كما كنقولوا التخليطه ديال كرافطه. احنا جاوك واحد القضيه احنا عندنا واحد المثال اللي تبلات بلا بغاو الناس يفهموا فهمت طالع حاول الناس يفهموا داكشي اللي كنديروا ويتبعوه ما يمكنش يفهموا. احنا عودنا الناس ديما على التخليطات على الضحك على النشاط على المهم هو بما تكونش ملي تكون كتسمع الاغنيه ما يجيكش ديك تهريسه ما تفهم والو غادي داكشي متناسق ولكن كنحاولوا ديما افكار ديما نحطوا ما يكونش واحد روتينيه اغنيه كنغنيو لا دخلنا بحال بالو تام اللي كيهضروا علينا الناس دابا هو الروسيات دخلنا بالضحك خدينا بحال براس العام اللي قرب حتى هو درنا 2018 درنا اغاني الناس كيطالبونا باش نديروا الشعبي 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 بغاو الشعبي درنا الشعبي بطريقتنا باش نسيب له بزاف ندنا حتى وما داروش الرونج ولا داروا السميه داروا درنا الحمير قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.